في تراجع بتشهده أسعار السلع الغذائية في مختلف الأماكن والمحافظات. هذا التراجع كان ناتج عن الدور اللي بتقوم بيه الدولة خلال الفترة اللي فاتت، وكمان الاجتماعات المهمة مع المصنعين والغرف التجارية واللي نتج عنها تراجع في أسعار المنتجات. خلينا نعرف تفاصيل حول هذا الموضوع. معنا عبر سكايب الأستاذ أحمد مطر خبير الاقتصادي. صباح الخير على حضرتك، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور على حضرتك. أهلا بيك. يعني زي ما ذكرنا منذ قليل، في فرق في الفترة دي في الأسعار عن الفترة اللي فاتت. شايف حضرتك الفرق ده إزاي؟ أسبابه إيه؟ دور الدولة في تراجع الأسعار؟ يعني لو حضرتك تقول لنا كده رؤيتك لهذا الموضوع يا فندم. يعني الحقيقه طبعا الاسواق المصريه بالفعل شهدت مؤخرا انخفاض ملحوظ في اسعار العديد من السلع الغذائيه، بنتكلم حتى على السلع الغذائيه ليست فقط الاساسيه، ولكن ايضا بنتكلم حتى على جميع الانواع السلع زي السلع الكماليه وايضا السلع الكهربائيه وتحديد التسليح، شفنا ايضا تراجعات كبيره ليه، وده بياتي في رايي في اطار تكاتف جهود كل الجهات التنفيذيه والرقابيه في مصر، وده لانهم يعني بتكاتفوا على هدف واحد وهو تراجع التضخم وتخفيف عبء ارتفاع الاسعار على المواطن المصري، وده بياتي طبعا في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومه المصريه بالعمل على خفض الاسعار خلال الفتره الحاليه والقادمه. والاستراتيجيه الصراحه اللي قامت بها الدوله في البدايه، يعني انا شايف ان هي استراتيجيه متكامله، الموضوع احنا لا نتحدث عن التركيز على نقطه محدده بعينها اذا كانت رقابه فقط لا غير، ولكن هي استراتيجيه متكامله بتتمثل في البدايه كانت توفير الدولار في البنوك والقضاء على السوق السوداء، وبالتالي ده انعكس على زياده الافراجات الجمركيه للبضائع، وبالتالي ده ايضا انعكس على زياده المعروض. والحقيقه ان الفتره اللي احنا موجودين فيها هي اهم نقطه فيها في الاول هي زياده المعروض لاستقرار الاسعار، ده الهدف الاول، وبعد كده بنبدا طبيعي جدا نشوف تراجعات للاسعار تدريجيا، ولكن توفر المعروض هو الاهم. فلو بصينا حتى على الارقام هنلاحظ ارتفاع مؤشر الاستقرار الكمي للسلع خلال شهر مارس الماضي بواقع وصلنا ل 83.8 نقطه، وده مقارنه طبعا بشهر فبراير اللي فات ب 71.3، فاحنا عندنا ارتفاع في المعروض من السلع وفقا للمؤشرات الاقتصاديه. وفي نفس التوقيت الدوله كانت بتشتغل على جانب كمان جذب الاستثمارات الاجنبيه والمحليه وتشجيع المشروعات الصغيره والمتوسطه، فلم تهمل هذا الملف، ولكن هي شايفاه ان هو بالفعل ده اللي هيحل كمان الموضوع سريعا خلال وعلى مدى طويل كمان. وشايفين يوميا حتى افتتاح لمصانع بها مكون محلي بيزيد عن 60%، والدوله بتركز هذه الفتره على هذه النقطه جدا، وشايفين دور مبادره ابدا لتسهيل عقوبات القطاع الخاص عن طريق الرخصه الذهبيه. فالحقيقه ان زي ما بقول لحضراتكم ان هناك تكامل وتكاتف للدوله بالكامل بهدف هذا الامر، و ليس فقط بمثلا زيادة المعروض ولكن أيضا بتشجيع الاستثمار. في نفس الوقت ده كانوا شغالين على فكرة الرقابة وزيادة دور الرقابة، وشفنا ده مؤخرا في موضوع تخفيض أسعار الخبز السياحي ودور. طيب خلينا بس نسيب الرقابة دي، الرقابة دكتور أحمد هنتكلم عنها طبعا بالتفصيل دلوقتي، لكن نؤكد على كلام حضرتك ونركز قوي في النقطة دي ان الدولة بتسعى لزيادة المعروض، حتى زيادة الاستثمار تؤدي في النهاية إلى زيادة المعروض من أي سلعة أو من أي منتج، وده مهم جدا لأنه السوق بيكون مليان من السلع، فبالتالي بيكون في تنوع فيؤدي بالضرورة إلى خفض الأسعار. إحنا طبعا مستنين خفض أكتر للأسعار، هل نتيجة الاجتماعات المستمرة مع التجار والغرف التجارية هيؤدي إلى مزيد من التراجع في الأسعار خلال الفترة الجاية؟ طبعا طبعا اتفق مع حضرتك تماما، هي الفكره كمان ان دي كانت من الاستراتيجيه المتكامله بالكامل، وهي فكره كمان هناك تواصل دائم مع صغار التجار وكبار التجار ومع الغرف التجاريه بالكامل خلال هذه الفتره. احنا شايفين حتى يعني رئيس الوزراء بالامس كان بيجتمع مع لجنه ضبط الاسعار، اللجنه العليا لضبط الاسعار، وكان فيها ممثلين من كل جهات الغرف التجاريه، ودي الفكره ان هم بيتواصلوا جميعا، لان الفكره كلها ان السلع
مرتبطه كلها ببعض. يعني في سلع بالذات كمان السلع الاستراتيجيه وليكن مثل السكر او الارز او القمح، دي دول بيدخلوا في مكونات اخرى، فحضرتك مش هينفع تركز على سلعه بعينها، انت لازم يعني تجتمع بالكل وكلهم يكونوا متفقين على هدف واحد وهو خفض التضخم، وبالتنسيق وبتكاتف الجهود. وده اللي حصل بالفعل، وبالتالي ده شفناه انعكس حتى هذه الاجتماعات سريعا، وهذه كل النقط اللي انا اتكلمت فيها تجمعها انعكس على تراجع الاسعار في حدود من 10 ل 30%. في اسعار عايز اقول لحضرتك تراجعت في حدود 40%، خاصه الزيت، زيت الخليط بالذات، احنا بنتكلم على لتر زيت الخليط كان بحوالي، بنتكلم في 100 جنيه، بدا يتراجع من حدود، بنتكلم من 59 والبعض، ويعني من 59 الى 65 في المتوسط. شايفين حتى سعر طن الحديد انخفض بحوالي 25% بعد ما كان ب 70,000 جنيه، بنتحدث على 40,000 جنيه. دي ايضا تراجع بحوالي 35%، وبالتالي بدانا نتكلم على تراجع سعر الخبز السياحي. طيب الاسعار دي بدات تتراجع ليه؟ الاسعار دي بدات تتراجع بسبب كل الجهود، تكاتف كل الجهود والتواصل والتنسيق مع الجهات المختلفه وايضا الرقابه. طب هل متوقع الفتره القادمه نشوف تراجعات؟ اعتقد بهذا السيناريو اللي احنا ماشيين فيه طبيعي جدا نشوف تراجعات تدريجيه، واكد مره اخرى ان الاهم هو بالفعل ما تقوم به الدوله والتركيز عليه هو زيادة المعروض، توفر المعروض لجميع المواطنين. طب في النقطة دي تحديدا يا فندم، يعني احنا اقتصادنا لا يخضع لفكرة التسعيرة الجبرية، فبالتالي بعض التجار بيبيعوا السلع بأسعار متفاوتة وبتختلف من مكان لمكان. هل النقطة اللي حضرتك اتكلمت فيها فكرة ان يبقى عندي وفرة من المعروض ده كان كافي انه يتعامل مع هذه المشكلة، وازاي الدولة اتعاملت مع النقطة دي تحديدا؟ وعلى جانب آخر، أنا إزاي كمواطن أتعامل مع الموضوع ده؟ يعني طبعا الحقيقه في الاول خليني اوضح نقطه، بالفعل هو طبيعي جدا نلاقي تفاوت في الاسعار ما بين المناطق السكنيه والمحافظات ويعني امور اخرى كتير، وخاصه كمان ان يعني مثلا مش هنقدر نجيب المحلات الصغيره زي المحلات الكبيره، فدي ليها تكاليف فبتحط التكاليف اكتر، وبالتالي بنبدا نشوف بالفعل تفاوت. ولكن دور الدوله واضح جدا كمان في التركيز على الطبقه الاشد احتياجا، وده بتقوم به وزاره التموين بالفعل بتوفير ليهم السلع التموينيه على البطاقه التموينيه، وبالتالي طبيعي جدا نشوف تفاوت. ولكن في نفس التوقيت الدوله لم يعني تترك هذا التفاوت يكون في جاب كبير اللي هو فرق شاسع بين الاسعار، وبالتالي بدانا نشوف بالفعل تدخل من الدوله زي ما شفنا في موضوع بالذات الخبز السياحي، ان هم بداوا يحطوا بعض الاسعار او بعض الاسعار للجرامات محدده، وده هنا بياتي دور الدوله في الرقابه لمنع ان يحدث تفاوت كبير بالفعل ما بين الاسعار، وحتى تكون سلعه يعني اسعار كانها اسعار كمان استرشاديه للمواطن وهو بيشتري. التاجر هو كمان يا فندم في النقطه دي تحديدا محقق ربح، عشان بس بعض التجار بيطلعوا يشتكوا من الكلام ده، التاجر محقق ربح والدنيا تمام معاه. طبعا ما هو اقصد يعني التاجر مواطن هو كمان. بالظبط طبعا، لا الدوله يعني ما بتشجع الاستثمار، فشيء طبيعي بتعمل، ما هي دي الفكره، هي بتحاول ما تعملش جاب، ولكن التاجر يربح وايضا المواطن يقدر ان هو يعني يشتري السلعه بتاعته، اولا تكون متوفره، لان للاسف بعض التجار في الفتره السابقه كانوا بيحجبوا اصلا السلع، فده كان دور الدوله الرقابي كمان، اللي هو احنا بنتكلم فيه تاني وهرجع لحضرتك، اللي هو زياده المعروض. فدي برضو النقطه المهمه حتى للتجار وتدخلت فيها الدوله، فهو الموضوع يعني للتجار مربح، وفي نفس الوقت مهم جدا للمواطن ان هو يبدا يبقى عارف حتى يشتري باسعار كام وما يبقاش فيه تفاوت كبير. طيب يعني زي ما حضرتك كنت بتتكلم، احنا بالفعل في دور الدوله حضرتك ذكرته، وكمان في دور طبعا على التجار، لكن كمان اكيد في دور على المواطن انه يقدر يتعامل مع وجود تفاوت في الاسعار، او حتى لو في تجار ممكن يكونوا بيحتكروا بعض السلع، ده جانب. وجانب اخر، هل احنا زي ما حضرتك كنت بتتكلم آلية الرقابه وآلية المتابعه، احنا وصلنا فيها لحد فين دلوقتي يا فندم؟
طب معلش انا عايز بس اركز برضو على دور المواطن اللي احنا يعني ما اتكلمتش فيه تحديدا، لان دور المواطن الصراحه في رايي مهم جدا قبل ما اتحدث حتى عن الاليات، ولكن دور المواطن في رايي هذه الفتره هو عامل مهم جدا، لان الدوله لن تعمل بمفردها، يعني بمعنى طبعا ان دور بالظبط لازم المواطن هنا يكون متابع الاسعار اللي بتقول عليها الاسترشاديه للدوله، وفي نفس الوقت يساعد الدوله في فكره الابلاغ عن لو في تجار، بعض التجار اللي بتلعبوا في الاسعار او بيحجبوا السلع، في نفس الوقت ما يشتروش بالفعل الاسعار اللي بتكون مبالغ فيها، فلان ده بيشجع المتاجر ان هو يكمل زي ما هو في نفس الارتفاعات للاسعار بتاعته، وفي نفس الوقت دور المواطن ان هو يساعد الدوله ان هو يتحول كمان لشخص منتج، ده مهم جدا في رايي الشخصي، ان هو يتابع المبادرات اللي بتعملها الدوله، مبادرات كتيره جدا يا ريت المواطنين يتابعوها، زي مبادره ابدا بتشجع التصنيع، بنتكلم على جهاز المشروعات الصغيره المتوسطه، حضرتك كمواطن تقدر تروح هيدي لك الفكرة، هيدي لك دراسة الجدوى، اشتغل، خليك منتج، زود إنتاجك، ركز كمان على القطاع التكنولوجي لأنه كمان بيزود الدخل الدولاري، فالدور المواطن صراحة هيكون مهم جدا لتخفيف الحمل عليه وعلى الدولة بالكامل. لو موضوع بقى الآليات اللي بتقوم بيها الدولة، بالفعل زي ما بقول لحضرتك الآليات اللي بتقوم بيها الدولة في هذه الفترة كرقابة دور رائع جدا، هناك كمان زيادة في الحملات الأمنية في لجميع يعني بنتكلم على المحلات الصغيره والكبيره والمخابز وكل الاسواق، بالفعل بنشوف ارقام استرشاديه واسعار استرشاديه، وفي نفس الوقت بنشوف تكاتف لجميع الجهات الحكوميه والتنفيذيه مع الغرف التجاريه لوضع اسعار محدده وعدم المبالغه في هذه الاسعار. كل شكر لحضرتك استاذ احمد معطي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا يا فندم.